السؤال، هل الزوجة تطلق لعلة الزنا وهل هناك يكون شروط على ذلك؟ الزوجة او الزوج، لان علة الزنا معناها الاثنين كجسد واحد الزوج والزوجة بيدخل جسد غريب وسطهم يفصلهم عن بعض ويوجد اتحادا له مع احدهم، ففعلا فيها عملية فصل بين الاثنين يعني زي الطلاق. والتطبيق لعلة الزنا موجود زي ما قلت لكم قبل كده 4 مرات في العهد الجديد، في متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18. فالزاني فيهم بيطلق والبريء ممكن ان يصرح له بزيجة تانية اذا اراد.